أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أحمد الأحمد وشقيقه محمد الأحمد وشاهد والدتهم وشقيقتهم وأخيهم ومعلومات صادمة وأسرار أخرى. عبر الفنان السوري محمد الأحمد عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل ممثل والتي تحمل اسم الفنان عمر الشريف في مهرجان الإسكندرية، مؤكدا أنها بداية موفقة مع الجمهور المصري وذلك من خلال فيلمه السوري رجل وثلاثة أيام للمخرج جود سعيد، وأنه يحلم منذ أعوام أن يجد العمل القوي الذي يقدمه للجمهور المصري وهوليود الشرق، وأن زيارته حديثا إلى الإسكندرية هي الأولى لمصر. وقال عن وجود مشروع العمل الدرامي صعيدي كان سيقدمه مع المخرج عادل أديب وهو مسلسل هجرة الصعايدة، وذلك قبل أن يتوقف المشروع ويعتذر عنه أديب، مشيرا إلى أنه تمنى أن يدخل الدراما المصرية من بوابة الشخصيات الصعيدية والتي تلقى اهتمام من جانب الجمهور المصري. وأشار الفنان محمد الأحمد إلى أنه سعيد برد الفعل الذي حققته شخصية الداعشي أبو طلحة في المسلسل الرمضاني غرابيب سود، وأكد أنه تلقى تهديدات حتى يتراجع عن المسلسل، وأن شقيقه الفنان السوري أحمد الأحمد خاف عليه من هذا التهديد وطلبه بالاعتذار عن الدور من منطلق حبه له وخوفه عليه باعتباره شقيقه. ولد الممثل السوري محمد الأحمد في مدينة حمص السورية بتاريخ 27 من فبراير العام 1979، وبعد أن درس الأحمد الأدب العربي في جامعة البعث السورية بحمص، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرج منه في عام 2005. ويعتبر الفنان محمد الأحمد أحد أهم النجوم الشباب ومن أكثرهم شعبية في الدراما السورية حاليا، وهو من الناشطين بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا وقد عمل الممثل الشاب كحلاق نسائي في أيام شبابه الأولى، كما أنه كان مهووسا بالموسيقى وشغوفا بجميع الآلات الموسيقية، وحتى أنه أتقن العزف على الكثير من الآلات الموسيقية، وكان يرغب بامتهان الموسيقى لكنه فضل بالنهاية أن يمتهن التمثيل، كما أن لهواية الصيد مكانة كبيرة في قلب النجم الشاب محمد الأحمد.
وشارك الفنان محمد الأحمد في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي نقلته إلى صفوف نجوم الدراما والسينما السورية، ومنها أفلام درب السماء ورجل وثلاثة أيام ومطر حمص، والتي عمل فيها جميعا إلى جانب المخرج جود سعيد الذي تربطهما علاقة عمل خاصة. وقد كان لفيلم مطر حمص قيمة خاصة لدى النجم السوري كونه استغل هوايته الموسيقية ولعب شخصية شاب يعزف على العود. وعلى الرغم من أن أعمال الفنان محمد الأحمد قاربت 50 عملا تلفزيونيا وسينمائيا تنوعت بين أعمال الشر والخير والكوميديا، ولكن تبقى لبعض الشخصيات التي قام بها أثر كبير على مسيرته الفنية، حيث لاقت نجاحا جماهيريا منقطع النظير. فقد نجح نجاحا كبيرا بدور جابر في مسلسل دومينو، وهو ذلك الشاب الثري الطائش. وعلى الرغم من قيام جابر ببعض الأعمال الإجرامية، لكن المسلسل يظهره بدور الضحية والعاشق الطيب بنفس الوقت. وكما يعتبر دور رام في مسلسل أحمر من أجمل أدواره وأقربها إلى قلبه وقلب جمهوره. بالإضافة إلى شهرته في لعب دور الضابط والجندي بالجيش السوري، وكان ذلك في مسلسلي بلا غمد وعناية مشددة الذين لاقا نجاحا جماهيريا منقطع النظير. وبعد كل النجاح الذي لقاه الفنان محمد الأحمد، اسند إليه دور البطولة المطلقة لأول مرة من خلال مسلسل وهم الذي لعب فيه دور ضابط الشرطة، وقد نجح في أداء دوره بشكل ممتاز مما أثرى مسيرته الفنية بشكل كبير. ولد الممثل السوري أحمد سعيد الأحمد في الأول من ديسمبر من العام 1975 في مدينة حمص بسوريا. وأحمد الأحمد فنان وممثل سوري متألق، يعد من أبرز الوجوه الشابة في عالم الدراما السورية. واستطاع خلال فترة قصيرة البروز ليصبح واحدا من نجوم الصف الأول فيها، وأحب التمثيل من الصغر، وكانت موهبته التمثيل مميزة وواضحة للجميع، ولاقى الدعم من عائلته. وبعد أن نال الشهادة الثانوية العامة التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في العام 2002. ويعود الظهور الأول له على الشاشة الصغيرة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي، والذي عرض في عام 2001 لتتوالى بعدها أعماله الفنية. ويحظى الفنان أحمد الأحمد بشعبية كبيرة داخل الوسط الفني وخارجه، وذلك نظرا لتواضعه ولطافته وإخلاصه لعمله. وعلى الرغم من أن بدايته كانت في الأعمال التاريخية، إلا أن الفنان أحمد الأحمد برع في عدد كبير من الأنواع الدرامية،
فنجح في الكوميديا وأجاد في التراجيديا، كما شارك في عدد من الأعمال البيئة الشامية. ولعب الفنان أحمد الأحمد خلال مسيرته العديد من الأدوار الرائعة، ومن أبرزها دور سمعان في مسلسل الخربة. وسمعان هو أحد الأشخاص الذين ينتمون لعائلة أبو قعقور، ويتميز هذا الشخص ببخله الشديد. وسعيه وراء جمع المال من خلال البحث في نفايات القرية عن أي شيء للبيع، ولقد قام بأداء هذا الدور بحرفية كبيرة. كما يعد دوره في مسلسل المفتاح من أبرز الأدوار التي لعب في المسلسلات الاجتماعية، بالإضافة لدوره المميز في مسلسل هومي هون.